يعني بمجرد فتح الشريط تصير عندي تقاعد في الكرسي تنفض. ومانيش انا باش نحكي على شرور وقت اللي نحب نحيد الكلمه باش نقول كلمه برك. قال لي هذا بابا وين لقيتوه؟ هو والدي اللي تحرمنا منه في عز شبابنا، لا فرح بينا ولا رانا ولا رينا. هذاك هو بابا 100%، ما عنديش حتى شك ادنى شك. الاب هذاك ما يتعوضش روحي، كيفاش ربينا، كيفاش قرانا، كيفاش عملنا، ما يتعوضش معناها. لا حول ولا قوة الا بالله. الملف اللي سلمته قبل ربعة الجامعة، في يعني مدة كبيرة. الجامعة بادرنا بعد يعني بعد ثورة بتقريب شهر، بادرنا بالقيام بالإجراءات القانونية. وأول إجراء فكرت فيه طبعا نقوم به هو الطريقة القانونية. قمنا بعد التشاور مع الأستاذ النوري، قمنا بمطلب إعادة نظر حسب الفصل 277 من مجلة الإجراءات الجزائية. يهمنا الآن أن الحقائق تبرز، وأتمنى أن تكون أول حقيقة تبرز بالكامل، حقيقة سيخ أحمد لوزر كما كنا نسميه. وأنا عشت معه يعني لفترات، وكان بينا ملح وماء. وتذكر أختنا الكريمة يعني كانت في دارهم، وتذكروا البنات كانوا صغار ساعتها وعينات كانوا صغار. أنا نحب نقول الآن الأوان، نحب ندخل في التفاصيل، نحب أن الحقيقة تبان كاملة. ويهمنا بالدرجة الأولى باعتبار الناس الموجودين الآن في السلطة، الكثير منهم اللي فاق بلد، إذا كان ما قلت الكثير منهم، وبالأخص كانوا في وزارة العدل. نحب نعرف الحقيقة، ماذا تم يعني بالأساس؟ لأن ما ينبغي، ونحن تونس يعني ترفع الزمان يدور دورته مرة أخرى، وكأننا نلقى روحنا في بداية الاستقلال. نحب نبنوا في المستقبل من يعرف صحيح، نحب التأسيس القادر يكون مبني على الحقائق، مبني على الحقيقة، وأن بالحق أن كل التوانسة يعرفوا أشياء يعرفها. صحيح يعني فما برشا كلام ما يبان فيما كان بعد مدة يعني من حديث مؤامرات وحديث عبادة سكين وخبرات مدة كله ما يخبرش عليه، لكن يلزمنا الآن الناس خاصة أن الناس تظلمت، الناس اللي دخلت فاتورة ما يلزمش تتظلم مرة أخرى. شكرا. أنا نحب نقول كلمة أخيرة، دوما ما وقعت الثورة بعد الثورة بقليل كنت أنا من الناس اللي طلع يعني قابلت يعني زملائي وإخوتي ساعتنا هنا، ما قابلتش الحركة الإسلامية. سألت كان ثم نص تكتب من ضمن النقاط تأكد عليها كهدف من الأهداف يعني استقصاء بعد أن فر المستبد، لابد من استقصاء يعني منظومة الاستبداد. ونتمنى أنه الهدف هذا يتحقق، موصل وجود الحكومة هذه، لكن بوعي بمساهمة كل التوانسة، لأن الدولة تبنيها رسالة، كل دولة عندها رسالة. هذه كلمة نحتداها ونقول يعني شيخ أحمد نظري موصل إنسان يوسفي بالمعنى تاع يوسفي، إنسان وطني، إنسان يعني مسلم، إنسان مناضل. ولا أستغرب أن تكون عنده علاقة، لأنه كان ساعتها كان حريص على أن يعرف كل مقايد، كل إنسان يحب يغير. لكن الواقع الآن لا غرض أن يكون تعرف على الحبيب الضاوي اللي بالمناسبة هذه نطرحها عليه، ونلفت انتباه التوانسة والعائلة التونسية إلى أنه يعرف مصير عيد، لأن هذا كان ساب في بداية الأمور وعنده عائلته. لازم الناس ننسوا ضحايا، واعتبره احد الضحايا. كلمه اخيره نختمها، من العين في الواقع في التاريخ ان نهار بن علي قال وحب يصلح
مش حد يصلي، انقلبت على ورقيبة، اعتبر روحه بطل، و23 عام والعباد تمزق بيه، بما فيهم الكثير من الصحفيين الآن اللي يحبوا يركبوا الصورة، الخطر ينجح، ونهار في إقامة الحبيب الظالم كذاب يريد أن يغير، وربما أعدم وتقتل، وربما القضية ما كانتش تستاهل أصلاً أنه مش يقعد يعني حتى عام العميم، والشيخ أحمد رزق ربما عنده حتى علاقة بأبوه السعودية وأعدم وتعرض للمحكمة. شكراً. شنو التعقيب؟ شنو؟ مش لكل شيء. حاولت الاتصال به في خلال الشهرين اللي تمعتهم، إذا أغلقت في وجه جميع الأبواب. نحن الحمد لله يعلم أنه لا جريمة بدون جثة. أنهم لي الأستاذ الشيخ الشيخ عبد الفتاح مورو شهد لي بأن سنة 84 كان قابعا في السجون التونسي. سمع أنين في غرفة مجاورة من وراء حائط، وهذا الأنين متواصل، سعى إلى أن يفتح ثقب في الحائط، تمكن من ذلك بعد 6 أشهر مضنية، وقال أنا هو بشخصي اللي وصلت أول واحد. فوجئت بأن هناك شيخ يوسفي من سنة 57 ما زال قابعا في السجن سنة 84 وهو لا يعلم عن الدنيا شيئا، في حالة نكران، معناها في سجن انفرادي من سنة 9. وهذه شهادة شهد لي بها أحد غير، وبالتالي هذه شهادة خطيرة جدا، يعني أن بورقيبة كان يسجن أعدائه إلى آخر رمق لا يتسامح، وهذه مسألة خطيرة جدا. هو ورقة صفحات فيسبوك واللي مش ندفع معها القضية، قابلنا حكاية الأخير كلها واتصلت بالعديد من الناس المعنية القضية، واللي أكثر واحد فيهم هو المحامي معنا دور السفافين، وحاولت نطلع على الملف ونعرف برشا أشياء. اتضح في الحكايات المسألة مش في الشيخ ربي يطلع حي ومتأكد هو حي بإذن الله السميع، المشكلة في السجون السرية من أمين بورقيبة، وهذه مسؤولية الإعلام، لأنه معناتها الناس هذوما هذوما بالأملاء مش هو بركة، مش بالعربي هو بركة،
قالت هذا من الجماعة المسيحيين وبالنسبة للطفل كنا نسمعوا فيها هذا في صفوف في الاتجاه الإسلامي وقت حركة النهضة ولا غيرهم من الحركات واللي ما عادش نلقاو اليوم ملاك الناس هذوما وعلمت بأبحاثي باعتباري صحفي وقال لي مانيش باش نعطي فيها الدليل وأنه هناك منزل في الدندان هناك منزل في الدندان دول مجموعة الصحافة اللي يشتغلوا وقاعد متزايز هذا كيف كيف اليوم عرفنا ملفات تمشي على صغير قضايا تمشي على صغير كما قضية السيد اللي قدامي واصبحوا إلى حالي قاعدين نبحثوا له بأن السيد هذايا هو شاهد على التاريخ ونحن كصغار معناتها من بينا نعرف التاريخ والإعلام زاد كيف كيف لازم يتوجه ويفتح الملفات هذيا لأن ما استغربته كان قناة واحد السيد هذايا مخزن تاع معلومات هو واللي كيف وشكرا. يعني تحدثنا لما احنا تم تلميح الى السجون السريه يعني في المشاكل التونسيه والنضال اللي صار في تونس، لكن الاكثر نعرفه انه حكومه بن علي كانت متعاونه برشا مع الامريكان، يعني هل هذا يفتح ايضا ان النجم نقولوا انه ثم سجون سريه اجنبيه توجد على الاراضي التونسيه، بالاخص المعامله الكبيره اللي كانت من بن علي يعني في مكافحه الارهاب، وبالاخص ايضا اني مش قلت الشيخ المجاهد محمد الأزرق أنها مشكلة تتعدى تونس فقط لنشاطه العالمي اللي كان موجود واللي كان يخوف عديد من القوى العالمية اللي موجودة تو يعني وما مدى يعني لهناش السعودية متورطة يعني متورطة في تسليمه ما مدى يعني جديد تعامل مع ملف السعودية هذا يعني.